كنقولوا. شوفوا ليا ما شاء الله، كتدخلي لهنايا كتاخدي الحمام ديالك، شوفوا ليا كتاخدي لاله التبريمه الصحراويه هي الاولى، كتبعيها بواحد القماج ما شاء الله، الله يعطي الصحه للسيده اللي تدير القماج. دابا ان شاء الله ود ليبيلاسيون، ليبيلاسيون كومبليت نورمالمون هي لو بري ديالها تخدم 300 درهم، 300 درهم من هنا لا فان دو موا ديري ليها 100 درهم، يلاه 100 درهم اللي ديري لنا ان شاء الله. دونك بالنسبه للعراسات ان شاء الله دابا راك عرفتي الوقيته ديال العراسات والوقيته ديال المناسبات، راه ديجا انا ابار انني استيتيان راه ميك اب ارتيست راه حاطه لي فوتو ديال المكياج افون ابخي كلشي كنحطو في لاباج، وغيكون عندهم باك ابار ان الكريم ما تبغيش كاع دير مكياج، دونك غيكون عندها باك في ايبيلاسيون. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، فيديو جديد ونهار جديد ومحتوى جديد. اليوم ان شاء الله فيديو سبيسيال، هذا خاص للسيدات، يعني اليوم لطيفه ما جابت لكمش الحوايج، ما جابت لكمش الفراش، اليوم ان شاء الله جبتك باش ترتاحي. جينا للصالون انايس البنات بيوتي سبا، اليوم ان شاء الله كاين واحد التخفيض زوين اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله، باش انك ترتاحي كيف ما قلت لكم مره كنحتاجوا اننا ناخذ واحد الحمام ديالنا نرتاحوا فيه بمساج بقوماج بصابوناج واسترخاء كذلك، ومني كتكملي وتسالي يعني كتاخدي واحد كويس تلويزه باش انك ترتاحي. وكاين بزاف ديال الحويجات اخرين كيبقاو كل وحده وشنو كتطلب. اليوم ان شاء الله انا عند سمية. مرحبا بك سي لطيفه، كي دايره؟ واخيرا كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير، امورك مزيان الحمد لله. مرحبا بك تبارك الله سمية، يعني من الناس اللي غادي تشوفوا لاباج ديالها في الانستغرام تبارك الله ما شاء الله، عندها حتى هي عندها الكليان ديالها وكلشي كيشكر فيها وخدمتها ما شاء الله. واليوم حتى المتابعات ديالي، هذا حمام البنات اليوم خاص باش انكم كيف ما قلت لكم اليوم غنهضروا على الحمام سبا اللي يلاه ان شاء الله عاودتي الاصلاح ديالو ودرتي فيه واحد البرومو، قلنا باش نجربوا ان شاء الله بهذا البرومو هذا اللي تجي تعوم فيه ما تبقاش تبدلو، تبقى تجي ديما تعوم هنايا ان شاء الله. مرحبا بكم كاملين بيك وبالمتتبعات ديالك كاملين من احد الصغار. سميه راه متابعه ديالي قبل من ياك متابعه ديالي انا براسك، ومعكم سميه داكوغ، انا جو استيتيان ماكيوز كوافوز سكي استيتيك كوافور سكي ماساج، دونك انا هي صاحبة سبا، انا هي سبيتي سبا. مرحبا. الله يبارك فيك، ميرسي بوكو مشاري. دونك نهضر لكم على الحمام. اي ان شاء الله، ولكن قبل ما نهضروا نهبطوا بعدا باش نشوفوا الحمام ان شاء الله فين كاين ونعطيو العنوان بعدا. احنا احنا سمية هنا بالنسبه للادريس، حنا في كارتي ماندارونا، دونك تقاطع ديال ماندارونا مع بولفار تادرت. المهم حنا في زونفيرون في جويه ديال فاماغوستا، راه يعني كنهضروا الشارع القدس اللي معروف ان شاء الله. حنا في واحد الكارتي مورا قهوه فاماغوستا باش يعرفوا الناس داكوغ، بيننا وبين فاماغوستا مي با واحد دقيقه هكا ان شاء الله. غنخليو لكم النعت ولا غنخليو لكم يعني اللي بغات تجي ان شاء الله بالموعد، يعني كما كتعرفوا يعني الحمام تياخذ واحد يعني شخص واحد بالموعد ان شاء الله، باش كل وحده تجي في الوقيته ديالها وتدخل باش تستافد بهذا الباك هذا اللي كاين. وباك زوين البنات اليوم، انا راه هذا الفيديو ما كنتش غادي نديرو، انا جيت اليوم باش انني نرتاح نتحمحم ناخذ مساج ديالي باش نرتاح، لان فعلا يعني كنحس براسي عييت مع الجرا مع التصويره كما كتعرفوا الخدمه ديالنا ما ساهلاش، يعني كتصور كتمشي كتجري خصك تمونطي خصك تمشي لهذا المحل تمشي لمحل اخر، يعني عندنا شويه ديال العيا. اليوم خديت روبو باش انا نرتاح، ومنين عجبني هذا الشيء اللي عندهم وقلت نشاركو مع المتابعات ديالي. هذا بعيدا كل بعد عن الاشهار، انا جيت باش نتحمحم انا بعبايتي وبفولاري وبيجامتي باش انني جيت تحمحمت وغنشارك معاهم. بالنسبه للصالون تبارك الله راه ماشي غير حمام سبا، راه عندهم كل شيء، يعني كيف ما كتشوفوا صالون كبير وان شاء الله قريبا غيكون افتتاح هنايا نيت عندهم صال ديال الرقص بيان سور، غادي عندنا صال دو سبور سور لو سبا، غادي يكونوا عندنا ان شاء الله لي سيونس غنديروا لي سيونس ديال لا دانس اوريونتال، تيكون فيها الاوريونتال والكلاسيك. غادي نبداو ان شاء الله اللي بغات الديفوله، اللي بغات الديفوله بيان سور عندهم اينور، واحد اينور تيديروا فيها الكلاسيك والاوريونتال، وفي الاخر لا بليبار حنا مغربيات كلشي كيبغي الشعبي هذاك الشيء اللي كاين
كتحيد ديك الطاقه السلبيه كامله كتخويها، يعني نقزي ردحي خودي راحتك ان شاء الله. بالنسبه للصالون راه كامل مكمول، حنا كنصوروا دابا باش ما كاين حتى شي واحد كيفما كتشوفوا. ها هو الصالون تبارك الله كبير، فيه كل شيء، يعني فيه اللي بغيتي. حنا تنشوفوا نقولوا لهم ان شاء الله، حتى العريسات حتى هما غيكون لهم واحد الباك زوين. العريسات ديالنا اللي بغات تجي تاخذ الحمام ديالها كامل هانتوما. هانتوما هنا بالنسبة ل هادي نورمالمون دابا غاديين فيها هي لو بري ديالها نورمال، تيخدموا عليها سونتر 500 درهم، حنا دابا في هاد البيريود دايرين ليها 200 درهم، بخيشين دابا، راه ما كاين حتى شي بلاصه. ما شاء الله، وكاين حتى التقنية دابا نهضر لكم عليها، اللي كتبغي ترفع ولا تصحح العضلة النائمة اللي كتكون في المنطقة الأنثوية، تبارك الله ما شاء الله. ملي دخلت عندك لاباج وشفت التصاور ديال قبل وبعد، والطريقة باش كتخدمها، حيت أنا حضرت اليوم الطريقة باش كتخدمها، يعني طريقة أخرى، طريقة سبيسيال البنات. يعني ما شاء الله خاصه الطريقه ديال الناس ديال كولومبيا والبرازيل هما اللي كانوا معروفين في الليفتين كولومبيان. دونك هذه الطريقه افيكاس، قبل ما كتجي لا كليونت كنعبروها بسنتيمتر قبل وبعد وكنصورها بالتليفون ديالها هي الا بغات، الوغ كنخدم جهه وابخي عاد جهه اخرى باش تشوف واش كاينه ريزولطا ولا ما كايناش، وابخي لا سونس كنعاود نعبر بالسنتيمتر. ما كتزاد ما بين 2 سنتيمتر حتى 3، وعلى حسب كل سيده وشنو كتحتاج، شحال من حصه وشحال من دونك ما كنقدروش نعرفوا حيت كل سيده ولو كور ديالها. كتجي دير لا دياغنوستيك كنشوفها بعدا يعني بالمجان، هذيك بالمجان ما كنتخلصوش فيها بيان سور. وديك الساعات ملي كنشوف انايا الحاله اللي هي فيها كنعرف شحال من سيونس غادي خصها. وقلتي لي غديري ليا برومو ليا انا بيان سور، المتتبعه ديالك وديالك بروموسيون ديالهم بيان سور. احنا نورمالمون نقول لك لي بخي اييه، نورمالمون انا كنخدمها ب 100 درهم لا سيونس، 100 درهم. الوغ فاش جيتي عندي وقلتي لي غتنقصي المتتبعات ديالي خليتها لك ب 79 درهم. 79 درهم يلاه، قولي 80 درهم مقاده ما ماشي مشكل، قولي 80 درهم ان شاء الله. ولد ليبيلاسيون كومبليت نورمالمون هي لو بري ديالها تخدم ب 300 درهم، 300 درهم من هنا لا فان دو موا دير عليها 100 درهم. يلاه 100 درهم اللي عندها الشعر الزائد في المناطق فين ما كان عندها، راه كتبقى اليوم 100 درهم بدل 300 درهم الجسم كامل. وي ما كنخدمش بالمية، كنخدم بسيغ شوكولا بو سونسيبل ماشي ميل، يعني بلا كلاصي الشوكولا صافي. نمشيو للحمام ان شاء الله، حتى هو ماشي بزاف باش يلاه صلحاته قداته. ها نتوما يعني كتجي تبارك الله ما شاء الله، هنا فين غيكون غيتفتح كيف ما قلت لكم الصال اللي غادي يحلو. هنايا كاينه البلاصه بعدا فين تدخلي، ها هي اييه. هنا كتاخدي واحد ملي كتكملي الحمام ديالك كتجي كترتاحي، كتجيب لك واحد الكويس. دابا نحط لكم الفيديو منين جابت ليا لويزا، وانا نقول لها شوفي سميه اشنو قلت لك، قلت لك واش شوفي هادشي كامل غادي ديري المتتبعات ديالك. قلت لها واش المتتبعات ديالي غتجيبي لهم لويزا دابا؟ قالت لي هذاك الشيء اللي درتو لي غنقولو في الفيديو، حطي هذاك الشيء اللي درناه حيت ما يمكنش نصور لكم البنات لداخل. والله مرحبا بك بكم كامل، الله يعطيك الخير بيك وبالمتتبعات ديالك كبار صغار. مرحبا اي واحد، مرحبا بك. وبالنسبه للحمام هو هذا، يعني حمام فردي كتدخلي بوحدك لاله وسخون ما شاء الله. ما نقولش لكم حتى السيده اللي تدير القماش ما شاء الله، الله يعطيها صحيحتها، الله يعطيها صحيحتها مسكينه كتخدم. بالنسبه للباك اللي غادي يكون، اجي سميه دابا انت اللي غتقول لنا حبيبه ديالي الباك، انا نقول لهم شنو درت. مرحبا تقولي شنو كاين. مرحبا، يعني تدخلي الحمام كتدخلي كتسخني، كدير لك بعدا اول حاجه نقول لكم داك الشيء اللي داروا لي باش يديروا لكم حتى نتوما، اللي ما داروش لكم قولوا لهم درجوا ديروا بحال لطيفه. اول حاجه كدير لك هذه التبريمه، هذه تبريمه صحراويه بالاعشاب، الاعشاب الحنه، هذه فيها الحنه فيها السدر فيها هذا الشيء كلشي مصوب باليد داكوغ. هذه تبريمه صحراويه فيها تقريبا واحد 15 ديال لي بلونت ديال الاعشاب، ما شاء الله كتخلطوها مع صابون نوار، راه من صابون البلدي مع صابون البلدي خلي صابون نوار كنخلطوها مع صابون البلدي ديالنا. حنا راه عندنا صابون ديال الزهار صابون، ولكن انا ما كيجيني حتى شي حاجه في القماش بحال صابون البلدي خالص. دونك كتميلونجيها لك لا قوموز مع هادي، راه ما يمكنش راه الوسخ ما كيبغيش. ما نقولش لكم شعلينا بعدا الضوء الاخر باش يبان لهم كل شيء. هاك
دابا باش يبان لينا الضو. ما نقولش لكم البنات الوسخ، انا حشمت قلت لها شوفي اختي هي ما موسخاش، هادشي فاش تجي كتبومي مزيان يعني ما نقولش لكم داك الوسخ خارج حمر من لون الحنه وهي كتنقي كتنقي زعما لاكو مزيان. ابخي عندنا عاود هذا ميلونج ديال شوكولا نوار مع مع قهوه الشكلاط مع القهوه، ملي كنحكو كتحكك مزيان كتشلك كتغسل لك بعدا شعرك، يعني ما كديري انت والو عرفتو انا اليوم انا نعست كنقول ديري فيا اللي بغيتي، كتغسل لك شعرك يعني وكدير لك واحد المساج لشعرك. قلت لها ديري يا اختي البروسه مش طايقه شعري، قالت لي اجي ندير لك المساج لراسك. قلت لها فعلا راسي عامر خاص المساج كتغسل لك شعرك وديك الساعه كدير لك الكوب اخي كاش كتغسل لك شعرك صابوناج كنديروا لونفلوب من بعدا بالغسول فلور دورانجي اولا مسقي، هذا مسقي بالورد ولا بالزهر فيه حتى هو بزاف الاعشاب، هذا مسقي داكوغ هذا كنديروا به لونفلوبمون، هذا يا اما كتصبغ لك صابوناج بالقهوه والشكلاط يعني تدير لك واحد الماساج كتسترخي في الاعشاب بالغسول بالاعشاب. ملي كديري صابوناج ديالك سمي عربي الناس باش يفهموا فوالا نعرب لك هكاك عربي فاش كنديروا صابوناج بالقهوه بالشكلاط داكوغ كتسالي صابوناج راه هو فيه مودلاج بحال الماساج كتسالي بيان سور كتسالي كتمشي كدير لك كتايطالي لك هذا الغسول المسقي هذا ماشي غسول عادي، هذا هو باش كنديروا مساج غولاكسون في الحمام بالسخونيه كترتاحي كتخدم لك مساج من رجليك حتى لراسك. والمساج ديال الكوموز راه ماشي بحال المساج اللي كتخدم لك ليستيتيسيان اللي كدير ليستيتيك داكشي، مساج الكوموز كتورك لك على الميوسكل كتخدم لك الكوموز. انا ما قديتش انا قلت لها ما قدرتش يعني بديك الطريقه تبارك الله، قلت لها شوفي اختي انا سيرتو هو كيكون سخونيه ماشي على برا ما شاء الله انا ما قديتش عليه، قلت لها انا خدمي لي اختي غير بشويه انا ما قد الحال اختكم العيا ما شاء الله. بالنسبه لهذا لو باك هذا اللي حنا درنا ليه دابا 120 درهم ملي جات 120 درهم خليه ماليكم بهذا لو بري نورمالمون، هذا كنخدموه 230 درهم هذا لو باك. فاش جات رشيده وهذاك الشيء ماشي مشكل فاش جات لطيفه دونك خليناه المتتبعين لطيفه كاملين ونمشي بيان سور نجيب لها بدون نقاش خليناه 120 درهم تبارك الله. دابا راه كاينه بروموسيون في هذا لو باك ان شاء الله. كيما قلت لكم البنات اللي بغات ترتاح اللي بغات حمام بوحدها عرفتي عروسه ديري راسك، انا اليوم راني عروسه جيت ما شاء الله فن ما شاء الله، وماشي غير هذا الباك اللي كاين كاين عندنا بزاف ديال لي باك. هذا نورمالمون هذا كان رويال وملكي فوالا رويال وخلينا ب 120 درهم الناس ديال اختي لطيفه داكوغ. وكاينين عندنا حمامات اخرين كاين الفي اي بي شي حاجه دو لوكس وكاين رويال عاود اللي بغات تبرع راسها ديال بصح راه عوض ملي يكون عندها مثلا واحد اون ساعه ديال المكان ولا 45 دقيقه في الحمام راه كيكون عندنا بزاف ديال الاختيارات. كاين عندنا حمام بالعود كاين عندنا حمام بالفاني كاين حمام بالميل وكاين حمام بالزهر، هذوك حنا كنتكلفو بلا كليونت من ا تنزل تجيب معاها صوتي تبان ديالها فوطه ديالها وفي نوارها وحويجه ماسك ديال الشعر شامبوان كلشي البغوص كلشي كنعطيوه حنايا، يعني غتجيب الفوطه ديالها وتجيب معها حويجاتها ما تجيبش معها كاع تخص الحمام كاع لي برودوي تيكونوا من عند كلشي جديد بيان سور مع هذا زائد شي حوايج اخرين داكوغ، يعني هذا هو تيكون داخل مع شي حويجات اخرين معزال هذاك اللي تسمع عاوتاني الواحد يبقى ياخذ حمام نورمال مره ونهار يبغي يبرع راسو ولا ياخذ في اي بي رويال. ولكن بلاتي سميه بالنسبه لهذا الباك ديال 120 زدتيني واحد الكادو اخر شفتي لي اختي شعري اللي بغات تنشف شعر قولي لهم شنو غيكون معاك. انا نعطيكم تختار يا بوز فيرني ما ولا بيجي ولا تنشف شعرها ولا دير دوفي ولا دير سوكسي هي حره فاش تجي ما شاء الله. انا اللي جات عندي تقولي من طرف اختي لطيفه ضروري بغونديفو تعيطوا في التليفون حمام انديفيديوال يعني فردي وما كندخلوا عليه حنا حتى شي حد حتى كتسالي كتسالي يعني وتجي في الوقت ديالك قالت لك الربعة الربعة قالت لك انا العشرة واخا انا جيت معطلة واحد الساعة يعني تسمى في الحمام يعني ديالها ما نقدر انا ندخل على حتى شي حد باش هي ترتاح وتحس براسها دارت حمام. اللي كيميز ليسبار اللي كيميز الحمام انديفيديوال على الحمامات البلديين هو انك تدخلي بوحدك تيت ا تيت مع لاكوميز مع السيري وتدخلي صداع ديال الحمام والغاوت وكترحي كتنعسي ولا جيتي تشوفي راه زان لو بخي راه باغي زعما عادي بالنسبه دابا ثمن مناسب لان حمام عادي تيمشيو تقريبا هي ديك بالكوماج كتطلع لك 100 درهم كتدوري مع لاكوميز كتطلع لك
وكثر وكثر الا دورتي معاهم تطلع لك بكثر يعني. الله يعطيك الخير. هانتوما البنات انا جبت لكم الاسهل باك اللي هو ديال 120 درهم اللي فيه هذا الشيء كامل زائد كادو تنش في شعرك اولا ديري بوز فيغني لديداتك ورجيلاتك اولا تحيدي الدوفي ولا في جبانك اللي بغيتي انتيا. بالنسبه للباك اللي قلنا العريصات الملكي وهذا شنو شحال هيبقى هذاك لو هذاك الفي اي بي الروياتي بقى 250 درهم 250 والفي اي بي كيبقى 300 درهم 300 درهم وكيكونوا مع حوايجات اخرى بيان سور تيكون معاه مساج ريلاكسون مع مع الانرجيتيك من ا تزد عندنا 45 دقيقه ديال المساج ماشي في الحمام تخرج عندنا لا صال برا بيان سور كتاخذ هذا لو باك اللي فيه الكوماج وفيه التبريمه وفيه هادشي كامل لونفلوبمون ممكن كنديروا ليها واحد لونفلوبمون ديال الاعشاب خلطت الاعشاب في الامور ديالها كامل كتبقى بها واحد 10 حتى لربع ساعه وابخي كنغلفوها بواحد البلاستيك دونك حتى كتحنطوها حتى كيستافد لوكور ديالها من دوك الاعشاب كاملين وعاد كندير ليها مودلاج هنا في الحمام وعاد فاش كتخرج عندنا كدير مساج وكدير بروشينغ هذا كيزم وخلاص هاد لونفلوبمون ديال الاعشاب اللي كنهضر عليه كيصلح للناس اللي عندهم اليرجي في لا حساسيه الناس اللي عندهم ليطاش اللي يعني عندهم الناس اللي كيتعرضوا للشمس بزاف بحال الناس اللي كيمشيو لا بيسين كيمشيو كتحيد هذاك الشيء كارين هذاك التحنات اللي كتحنطوا بهذاك بهذاك السلوفان دونك يبقى في لوكور ديالها زوين وعاد مساج على برا بزيوت الاسترخاء تبارك الله وجد الثمن مناسب بالنسبه للباك كامل قلتي لي غيبقى ب 300 درهم 300 درهم يعني فيه حمام كامل مكمول يعني بالمساج بالكوماج بالصابوناج وكتزيدوا يعطوك هذاك الزيوت اللي كيدهنوا لك على لحمك ويديروا لك سلوفان باش ان الذات ديالك تحيد لك ليطاش والبشره ديالك جلدك تصحح شويه من داك الحساسيه هذاك لويل هذاك الزيت كيضغطي بواحد الطريقه ما يمكنش حنا دابا ماشي كلشي كيلبس القطن ماشي كلشي كيكون هذا مع الحراره ولا كو ديالنا كتنشف بزاف دونك هذاك الزيت اللي كنديرو كنخدمو به كيضغطي بواحد 80% اما تيكون ديال فلور دورونجي اللي هو الزهر اما ديال لورانج ديال الليمون اما ديال العود اما ديال الفاني على حساب لا كليون لو شوا ديالها هي اللي بغات كنديرو ليها وعاد المساج الاخير باش انك كترتاحي وكتطلعي تصوبي شعرك ومرحبا بك والمساج راه من لي بي ديالها حتى لشعرها يعني كاع لي زون ديال لو كور ما كنيفيتيو حتى شي بلاصه لا تبارك الله 45 مينوت كتخرج وحده انا صراحه البنات المساج ما درتوش حيت ما عنديش الوقت لانني غنكمل خصني نمشي ضروري المساج ان شاء الله انا شارك اي قضيه اخرى غنحطها لكم كيف ما دارت لي انا يعني ملي كتكوني كتجي يعني كتحط لك انت باش ديري ستوري وتفرحي براسك كتكتب لك سميتك هنايا يعني الاسم ديالك تيكون هنا مكتوب بحال انا كتبت لي لطيفه ما نقولش لكم اختكم حسيت براسي ما شاء الله عليا حتى البلان اللي كنت دويت لك عليه بيه بزاف الناس كيبغيو مثلا عندك انيفرسير صاحبتك انيفرسير ماماك ولاو الناس كياخذوا لي باك ديال لي سبا يعني كتقول لك انا مثلا ماما بغيت نبرعها بغيت كتجي كتاخذ لها حمام باش نديروا لها نفس هذا الشيء قلنا لك انت سميتها وداك الشيء وهذاك الحمام اولا هذيك هذيك العومه اللي كدير هذيك السيده مولات هذيك المناسبه مثلا انيفرسير ولا ما كتنساش ما كتنساش ما كيتنساش لا بلوبار ديال الناس درت معاهم هكا دونك الحمام ما كيتنساش ما شاء الله صافي دو بيان ما شاء الله يعني حتى حتى العروسه كادو العروسه بحال اختك صاحبتك عندها عرس تقول لها شوفي الحمام على حسابي حتى هي خلاص يعني واخا تقولي لها الحمام على حسابي غتجي عندنا غتلقى ثمن جد مناسب تبارك الله عليك الله يبارك فيك ما شاء الله انا شارك انا شاركت معكم التحميمه ما نقولش لكم ما شاء الله ولكن تبارك الله سميتها هي من الناس اللي باغا تخدم على المشروع ديالها وتا هي انت خصك من الشباب ديالها اللي باغا يخدم على راسو تبارك الله ما شاء الله الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه حتى ما اختي لطيفه قولي لي رشيده عاوتاني لا ما قلتش لك رشيده تشرفت بيك قولي لي خطيك وتاتي الله يستر لك الامور شكرا بزاف ومرحبا بكم كاملين انت واللي جا من لطيفه واللي جا تقول لينا انا من طرف لطيفه باش نعرفوا لو باك ديالها باش نعرفوا كاع الناس واللي جا غنعطيو هذاك لو باك لانه خصيصا لكل المتتبعات ديالك الله يحفظك هذا البنات الباك ديالي انا قالت لي هذا الثمن انا يلا غنخلصو فيه معايا انا ان شاء الله هادشي داخل كتخرجي من تما كتجي لهنا
كتكي حتى كترتاحي ترتاحي فاد عليك الباب ما كيشوف حتى شي واحد ترتاحي. انا نعست هنايا واحد نص ساعه وانا متكيه ارتاحي. جابت لي التيزان ديالي قلت لها انا جيب لي غير الويزه شربتها الحمد لله طلعت نشفت شعري وانا غنمشي في حالي قبل ما نمشي. درت لكم هذا الفيديو هذا اللي بغات تجي ان شاء الله تواصل مع اختي سميه باش تاخذ الرونديفو وتقدر تاخذ عاوتاني معلومات اخرين. كاين حويجات اخرين كاينين كيف ما قلت لكم بالنسبه حيت انا حضرت الحصه ديال رفع ولا رفع العضله النائمه في المناطق الانثويه وعجبني الطريقه باش كتخدم ما شاء الله طريقه احترافيه. لان ما كتخدمش على واحد البلاصه معينه كتخدم من التحت حتى الفوق يعني من المنطقه السفليه ديال هادو الفخاد حتى الفوق. تقنيه زوينه مع انا كنشوف تقنيات في هكا في يوتيوب في انستغرام ولكن تقنيه زوينه ما شاء الله وكاينه حتى النتيجه. دخلوا عند الانستغرام باش تعرفوني علاش كنهضر. غيبقاو نيت راه كاينين ديجا دي فوتو كاينين صور قبله وبعده ديال الناس اللي كانوا عندنا لا بريبار ديال الناس زعما كيمشيو فرحانين بالريزولطا حيت النتيجه كاينه من الحصه الاولى. كيف قلت لك انا باش كانيفيتي اي مشكل مع لا كليون ديالي كنعبرها افون كنعبرها ابري. هي مني كتشوف الحصه الاولى ان راه كاينه نتيجه هي كتزعم انها تعاود ترجع عندك وتعاود تكمل لي سيونس ديالها ما شاء الله. انا ضد الجراحه ديال هذا وضد هادشي طبيعي دونك. ودابا كلشي ولا يعني شنقول لك كلشي كيقلب على هاد ما ماشي المهم باين قاركم عارفين البنات علاش كندوي. المهم انا حيت الطريقه باش كتخدم وشت الناس اللي خدمت ليهم يعني كيشكروا وديك الطريقه باش كتخدمي راه ما شاء الله يعني الله يبارك فيك ما شاء الله عليك الله يعطيك الصحه. ما نساوش العريسات ديالنا قلتي اللي غديري لي واحد الباك ديالك ديال العريسات ديالي مرحبا بكم. العريسات شنو غادي ديري لنا ان شاء الله؟ بالنسبه للعريسات ان شاء الله دابا راك عرفتي الوقيته ديال العراسات والوقيته ديال المناسبات. راه ديجا انا ابار انني استيتان راه ميكاب ارتست راه حاطه لي فوتو ديال الماكياج ابري كلشي كنحطو في لاباج وغيكون عندهم باك ابار انني كاين اللي ماتبغيش كدير ماكياج دونك غيكون عندها باك فيه ايبيلاسيون كومبليت فيه مانيكور فيه بيديكور يعني فيه غادي تحيد يعني الشعر الزائد في الدات ديالها كامله. ها هو واحد تنقي يدياتها تنقي رجيلاتها ايه مانيكور بيديكور ايه وغادي يكون عندها سوان فيزاج سوان فيزاج ياك سوان فيزاج اللي بغات بغات لي درافاسيال بغات المانيوال بغات العادي بغات ديال وغادي يكون عندها عاود البروشينغ بغات جيل في يديها ما بغاتش جيل بغات مثلا غير بوز فيرني نورمال ولا بوز فيرني بيرمانون غيكون هادشي كامل بثمن ما شاء وعاد الحمام وعاد الحمام بيان سور والحمام ملكي الحمام ما غيكونش نورمال بحال هذا غيكون في اي بي ولا غويه غيكون حمام ملكي ان شاء الله غيكون باك كامل. وقلتي لي كاين حتى واحد الحاجه زوينه كديرها في الصالون ان كاين البنات اللي نقشوا عندك هنا الجلسه كتجيب الجلسه ديالها تكلف بنقاشه بغيتي نجيب لها احسن نقاشه كاينه في كازا نجيبها ليها بالجلسه بكلشي بكلشي حطها عندك في لاباج ديالك الانستغرام حيت عندي لي سباس انا راك عرفتي كاين لي سباس فين تحط جلسه ديال النقاشه وهذا كاين اللي ما كيكونش عندها الوقت انها تمشي دير مثلا الحنه في دارها ولا خاصها ديرها مع الحمام وبغات تجيب لي زافيتي ديالها معاها انا ما عنديش مشكل كنتكلف ليها بكلشي مرحبا كلشي يعني ولا ميسر تبارك الله ما شاء الله يعني كامله مكموله الله يبارك فيك اختي. وكما كتشوف اي صالون كبير ما شاء الله يدخلوا لاباج ديالها حتى اللوجال عندها تبارك الله ما شاء الله. انا كيف ما قلت لكم اليوم ركزت لكم على التحمحيمه ان شاء الله فيديو مزروب خفيف ظريف تبارك الله على سميه شكرا الله يعطيك الصحه الله يكبر بيك بالعكس الله يكبر بيك الله يكبر بيك شكرا الله يخطيك ونتمنى للمتابعات ديالي نقول لكم دابا بصحتكم وراحتكم تحمحيمه ان شاء الله يلاه وجيو وردوا عليا في التعاليق يلاه في امان الله. البنات ما بديناش بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى نختموا به ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم. بالنسبه للطريق انا دابا هنا في شارع القدس يعني الاخر ديال شارع القدس يعني تما فين كاين ملتقى الشارع اللي تيهبط لتادارت واللي تيدي سيدي معروف واللي تيطلع لكاليفورنيا. ها نتوما انا غادي نمشي وغادي ندخل ان شاء الله غادي نجيب الدوره لان الصالون تيبقى على يديا ليسر ان شاء الله. يعني هنايا معروفه هاد سرايا الشام مطعم سوري انا غنجيب الدوره ان شاء الله وندخلوا عليه. يعني انا دابا هنايا من شارع القدس جايه يعني هذا راه شارع القدس يعني الاخر ديال شارع القدس ما صورت لكمش من البدايه ديالو هذا الاخر ديال شارع القدس. غادي نرجع ان شاء الله ندير الدوره يعني هذه هي اللي كتهبط لتادارت
من هنايا كتهبط لتادارت نيشان غادي تخرجني ان شاء الله ديك الرومبو الاولى ديال سيدي معروف، ولا طلعنا على لي من نيشان غدينا لكاليفورنيا. هانتوما انا جبت الدوره، يعني دابا هذه هي اللي كتدي نيشان لكاليفورنيا. المهم انا ما كنعرفش النعت، انا النعت اللي كنعرف كنوريه لكم. هانتوما هنا فين كاين ماكدو، ها هو ماكدو اللي كاين في الاخر ديال شارع القدس، هو هذا ماكدو اللي كاين في الاخر ديال شارع القدس. هانتوما انا غادي ندور على سرايا الشام، يعني مطعم سوري، يعني حتى الا جيتو لهنايا مثلا لشارع القدس سولوا غير فين كاين هذا المطعم سرايا الشام. ها هو كما كتشوفوا، دوري باش يبان. غنطلع مع هادي كاين اللي هي سياش، غادي نطلع نيشان الزنقة الأولى، الزنقة الثانية، كاين الجامع، غندخل مع الزنقة ديال الجامع نيشان. ها الجامع، المهم السمية ديالو ما عرفتهاش حيت أنا جيت باللوكاليزاسيون. هانتوما ها الجامع، غادي ندور مع الزنقة اللي في الجامع، يعني العلوان باين. لا البنات ماشي الزنقة ديال الجامع، كنعتذر، الزنقة اللي ورا الجامع، الزنقة اللي ورا الجامع، يعني فين كاينة هاد المجزرة هادي الرياض، فين كاينة مجزرة الرياض أونفاس معاها، الزنقة اللي أونفاس مع المجزرة، ها هي شفتو، غادي ندور معاها، هو هذا الصالون. هانتوما هنا فين كاين صالون سبا يانيس بيوتي سبا، يانيس بيوتي سبا، غتكتبوها غير في جوجل مابس غادي تطلع لكم. شارع القدس هو هذا، ومرحبا بكم وبصحتكم.